الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعلم أصول الفقه من العلوم النافعة بلا ريب وبلا شك. علم أصول الفقه علم نافع وطيب بلا شك وبلا ريب، وبه تضبط كثير من المسائل، وبه كذلك تضبط كثير من الفتاوى. ولكن الذي قد يلام فاعله الإيغال بلا دليل من كتاب أو سنة، أو دعوى الأصل في الأصل كذا وكذا، وذلك لمعارضة النص. فكان هناك نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي شخص يقول الأصل كذا، الأصل الفقهي يقول كذا. هذا الأصل الذي يدعيه هذا الشخص في هذا المقام قد لا يكون هناك أصل بهذا التوصيف الذي ذكره القائل. أما أصول الفقه بالطريقة المنضبطة التي تستند على الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة، فعلم من أنفع العلوم بلا ريب وبلا شك. سلام عليكم.